ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. سهلا، مرحبا بكم الناس الكل. انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فهم، هذا موعد جديد من ريكاب ميدي، نرجع فيه على أبرز الأحداث الوطنية وكذلك الدولية. تنجموا تسمعونا على بوندا فهم 90.3 وإلا على الباش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلة بالفرنسي الحياة فهم، أو بيان على لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فهم .net. رحب بفريق العمل معايا لليوم، أمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم. الشأن المحلي باش نحكيه على المساعدات اللي أمنها الاتحاد التونسي للتضامن في ولاية القيروان بخصوص أو بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن شاء الله مبروك عليكم الناس الكل. سينو باش نحكيه زادة على قضية في سيدي بوزيد، القبض على امرأة حاولت إدخال 20 قرص مخدر لأخيها في السجن المدني في سيدي بوزيد. سينو على الصعيد الوطني نحكيه البارح على إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على دوبة إفطار مع عائلات شهداء الثورة وعدد من الجرحى في قصر قرطاج، وطبعا وجه رسائل سياسية ورفع على آته الثلاث لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين. سينو في ديفير نيوز لليوم باش نحكيه على العلاقات السعودية التركية بمناسبة الزيارة اللي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية اليوم وغدوة. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. في بداية رمضان كنا حكينا على المساعدات اللي أمنها الاتحاد التونسي للتضامن، توزيع المساعدات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. اليوم نحكيه على مناسبة أخرى اللي هي عيد الفطر المبارك، باش ناخذ فكرة على هذه المساعدات. تتسويت معنا سي عدنان الصيد المتصرف الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقيروان. سي عدنان عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة الحياة فهم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي عدنان نصيد، لو كانت تعطينا فكرة على أبرز المساعدات اللي موجهة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، شنو تتمثل بالضبط والقيمة المالية؟ مع الشكر، يعطيك الصحة. كما تفضلت وقلت عندنا مساعدات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعد ما استكملنا ولا الانتهاء في توزيع مساعدات شهر رمضان المعظم، يوم الأحد الفارط انطلقنا في ماية الإفطار في توزيع بعض الطرود الكسائية على رواد الميدى القارة، وهذه كانت إشارة انطلاق معنا توزيع المساعدات الكسائية. انطلقنا في التوزيع على رواد الميدى القارة وكذلك رواد الميدى اللي قاعدين نوزع لهم في موكلات، وبالتنسيق مع السادة المعتمدين وكذلك المصالح لدرجة وشؤون اجتماعية قاعدين ناخذوا في قائمات اسمية وقاعدين نستجيبوا للطلبات نتاع معناتها طرود كسائية بمناسبة عيد الفطر المبارك. مش المفروض عندكم القائمات سي عدنان خاطر منه لرمضان؟ والله شوف، هو توا برنامج شهر رمضان وحده وبرنامج العيد وحده، دونك احنا القوائم الاسميه هذيك ديجا معناتها توزعت بالنسبه لطرود المواد الغذائيه بمناسبه شهر رمضان، وهذه معناتها برنامج اضافي للعيد الفطر المبارك، هو توزيع طرود كسائيه على العائلات اللي تلقى فيها عندها صغيرات معناتها نحب نفرحهم في العيد هذا. دونك انطلقنا عن رواد الميدة في حدود 200 طرد كسائي، وكذلك عندنا 300 طرد كسائي مختلفين على بعض المعتمديات من ولايه القيروان. ديما تحديد القوائم الاسميه هي عن طريق السلطات المحليه وكذلك مصالح الاداره الجويه والشؤون الاجتماعيه. يعني 200 اللي وزعتوهم وفما 200 في القيروان وفما 300 في المعتمديات. يعطيك الصحه، فما 300 في المعتمديات، معناتها في حدود 500 طرد، والطرد راهو مش معناتها طرد يشمل الابناء ومعناتها
فيه مقاسات وفيه معناتها السروال والحذاء الرياضي وكي يبدا بنات وحده وكي يبدا اولاد وحدهم فهمتني معناها وتعرفوا انتم ساعدنين يعني الاعمار نتاع صغيره اي اذا ناخذ المعطيات كامله احنا ما نحبوش يزيد طرد كسائي يمشي معناتها والصغير ما ينتفعش به احنا ناخذ المقاسات على حسب الاعمار وعلى حسب معناتها ذكر او انثى معناتها طفل ولا طفله هذوما المعطيات كامله جينا عن طريق السادة المعتمدين بالتنسيق مع وحدات المحلية للشؤون الاجتماعية باش نجموا نوفروا لهم معناتها المقاسات على قدهم معناها على قد المقاسات تاع الصغيرة. به ال 500 مساعدة هذه تراها كافية سي عدنان؟ والله شوفوا توا راهو احنا ماذا بينا أكثر أما الإمكانيات اللي توفرت تزي خاطر شوف راهو الطرد الطرد يحتوي نوصلوا حتى 10 قطايع راهو معناتها معناتها من الملابس اللي هي ملابس جديدة كما تعرف احنا توا في حدود كي نقولوا 500 معناتها تبارك الله 5000 ولا أكثر شوية معناتها قطعة ملابس جديدة للعائلات هذه معناتها كمية كبيرة احنا ماذا بينا نوزعوا أكثر ما يمكن لكن نظرا للضغط الحاصل احنا اكتفينا ان مش نوزعوا 500 طرد ملابس على العائلات معوزة محدودة في جهة القيروان. واضح، نشكرك برشا سي عدنان صيد المتصرف الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقيروان، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل. ريكاب ميدي. نص النهار وثمانية واربعين دقيقة على إذاعة الحتفين من توما تسمعوا في ريكاب ميدي هذا جست أفونغو خله لكم أحمد المخلوفي رحبوا به التحق بنا توا في ريكاب ميدي تسموها بعد شوية ولكن توا مواصلين في آخر الأخبار على المستوى الجهوي تفاصيل قضية القبض على امرأة حاولت إدخال عدد من الأقراص المخدرة لشقيقها المسجون في السجن المدني في سيدي بوزيد باش نرجع على هذه القضية تسويت مع سيد جابر الغنيمي مساعد أول لوكيل الجمهورية والنطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. سي جابر الغنيمي عسلامة مرحبا على إذاعة الحيتة فام. أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بكم وتحياتي بكم ولجميع المستمعين والمستمعات. مرحبا شكرا لك على قبول الدعوة. سي جابر لو كنت تعطينا تفاصيل أوفى على هذه القضية. هو بالنسبة لوقع القضية تتمثل في أنه ثم شخص محكوم عليه بسجن مدة 10 سنوات بالسجن المدني بسيد وجيد قاعد يقاضي في العقوبة هذه ثم أمه جلت له القفة معناتها ولمس وحاولت باش تعطيها معناتها ليه في السجن فما بطبيعة حالة طراطيم معمول بها في السجن وهي تفتيش معناتها القفة لتفتيش القفة تم عثور على دجاجة معناتها مطية دجاجة طايبة وبتفحص الدجاجة هذه والتفتت فيها تم العثور داخلها معناتها مخفي بصفة محكمة على 20 قرص مادة مخدرة تم أعوان السجون قاموا بالتنسيق مع معناتها الوحدة الأمنية الراجعة بهم بالنظر والوحدة الأمنية راجعة النيابة العمومية والتي أذنت لفتح بحث في الموضوع وتم سماع المرأة وكذلك ثم شخص آخر وبمراجعة النيابة أذنت بالاحتفاظ بالمرأة هذه وتقديم شخص آخر بإحاطة محضر عن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك والمسك بنية الإحالة والترويج لمادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا سيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرر بعد القيام بالسماعات اللازمة إبقاء المرأة مبدئيا بحال صراحة على ذمة القاضي بحالة صراح بالنسبة لقرية التحقيق هي النيابة العمومية المفروض تم الاحتفاظ بها لأنه تم ضبطها بالثلاثة عندها 20 قرص وسيد قاضي التحقيق أبقى هذه حالة صراحة وهي للإشارة سي جابر أمه مش امرأة لشقيقها يعني حسب ما رأيت أمه هي أمه وتم كما قلت لك ضبط لديها معناتها في القفل اللي جايبتها 20 قرص مادة مخدرة كانت تنوي إدخالها للسجن هو محكوم بعشر سنوات سجن قديش قضى منهم إلى حد الآن؟
هو توا لا مازال في البداية نتاع قضاء عقوبة السجنين. واضح دونك القضية هذه ما زالت متواصلة إلى حين معناها يتم التحقيق. ما نعرفش اعترفت هي وإلا لا سي جابر؟ نعم هي اعترفت في يعني كي تم الاستماع عليها. لا هي بالنسبة للمرأة معناتها تقول أنه ما استطمتش الأقراص المخدرة وأنه معناتها تم وضعها من شخص آخر، تقول أنها هي ما تتحملش مسؤولية وضعها في القفص، وإنما كما قلت لك هي القفة هي القفة نتاعتها وجابتها باش تسلمها لابنها اللي هو بصدد قضاء عقوبة سجنية. والأبحاث باش تشمل الطرف الآخر اللي أشرت له هذه الإمرأة. إي واضح هذيك بقية الأبحاث هو باش يتكفل بها هيئة قضية التحقيق لأن القضية تو مشهورة لهيئة قضية التحقيق. واضح نشكرك برشا سي جابر الغنيمي مساعد أول وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على مدنا بكل هذه التفاصيل. ريكاب ميدي يا مرحبا رحبوا بسي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع بشأن العام التحق بنا توا. مرحبا سي حمادي. يعيشك مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بالمستمعات. شكرا جزيلا لك سي حمادي. دونك وقيت الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور نحكيه على خطاب جديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال إشرافه على مأدوبة إفطار بحضور عائلات شهداء وجرحى الثورة البارح في قصر قرطاج. وطبعا هذا اللقاء لم يخلو من رسائل سياسية متعددة. من جديد رئيس الجمهورية يوضح ويرفع لائته الثلاث، شنو قال وأبرز ربما عنوان للخطاب متاعه البارح؟ لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين. هذا الكل باش نرجع ليه وعلى كل النقاط الأخرى اللي طرقلها البارح في الخطاب مع الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان. سي باسل عسلامة، مرحبا على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي باسل ننطلق معك من اللقاءات الثلاث لرئيس الجمهورية اللي رفعها البارح، كيفاش تابعت الخطاب وقراءتك ليه؟ يعني في البداية الخطاب جاء بمناسبة إفطار جدا مهم ورسائل تؤكد وفاء الدولة التونسية وفاء الرئيس لشهداء المؤسستين العسكرية والأمنية لشهداء الثورة للناس اللي ضحت بحياتها من أجل عزة تونس ومناعتها. ونحن نعرف أن هؤلاء الشهداء عدد كبير منهم سقطوا برصاص الإرهاب وجرائم الإرهاب، وبالتالي هي تأكيد مهم جدا في اللحظات هذه على وفاء الدولة بعد ما كان للأسف هنالك تنكر وهنالك إهمال وهنالك لا مبالاة التي أثرت بشكل كبير على معنويات العسكري والأمنيين. من غير المعقول أن يكون الشهداء الذين قتلوا وذبحوا ونكلت بأجسادهم في الشعامبي هم ضحايا حوادث شغل، هذا كلام غير مقبول. ولله الحمد أن الناس اللي خدمت والناس اللي طالبت والناس اللي دفعت باتجاه أن يكون هنالك تكريم وأن تكون هنالك مؤسسة للرعاية أبناء وعائلات الشهداء قد تحققت، وهذا مكسب كبير من المكاسب مؤسسة فداء بعد ثورة 14 17 ديسمبر. واضح. من بين النقاط سي باسل الترجمان حكاه البارح رئيس الجمهورية على الحوار، الحوار اللي هو اليوم مطلب جد ملح داخليا وكذلك زاد حتى من الأطراف الأجنبية تطالب بهذا الحوار. كيفاش باش يكون هذا الحوار سي باسل؟ كيفاش ترى أنه باش يكون وموقف اتحاد الشغل منه، خاصة وأنه الاتحاد رفض أنه يكون الحوار بشروط مسبقة وبناء على الاستشارة الوطنية؟ يعني في البداية هو حوار وطني وليس الحوار الوطني، لن يكون هنالك تكرار للحوار الوطني الذي شهدناه في 2014 وتسبب في إنتاج دستور 2014 ومن جرى عنه من كوارث سياسية قادها نداء تونس وحركة النهضة وكل هذه الانعكاسات الكارثية على الأوضاع في تونس اللي ما زلنا نعاني منها، بحيث أوجدوا لنا دستور فاشل، دستور يقسم السلطات، دستور يبرئ من يقوم بالحكم من كل الكوارث التي يقوم بها ثم يقول لك نحن لا نحكم، دستور وأيضا قانون انتخابي يسمح للصوص والانتهازيين وناهبي المال العام والمهربين ومبيضي الأموال بأن يبقوا تحت قبة مجلس النواب ويمارسوا جرائمهم دون رقيب أو حسيب. هذه النقطة الأولى، وبالتالي سيكون الحوار على أسس، جزء من هذه الأسس هي مخرجات الاستشارة الوطنية وليس الأساس في الحوار هي مخرجات هذه الاستشارة. النقطة الثانية، هذا الحوار
يعني سيشارك به كل من دعم وكل من ساند وكل من وقف وآمن بما بعد 25 جويلية وقطع مع ما قبله، وخاصة نعرف الكوارث التي تسببت فيها منظومة 24 جويلية وما سبقها والأوضاع التي وصلت لها تونس. يلزمنا ما ننساوش أنه قبل أقل من عام في تونس وصلنا أنه الشعب التونسي محاصر في دياره، الشعب التونسي محروم من الأكسجين، محروم من اللقاحات، الشعب التونسي عايش حالة من اليأس، وكل همه وكل أمله أنه يلقاش شوية أكسجين باش يعيش. هذا الكل يجب أن يتم هنالك قطع نهائي مع هذه المنظومة اللي تسبب في كل الكوارث اللي صارت على تونس. وبالتالي يعني رسائل الرئيس بالحوار سيكون حوار شجاع، حوار مفتوح، حوار يتحدث به الجميع ضمن إطار رؤية وطنية تشاركية تبني للمستقبل وتقطع مع الماضي، وهذا جزء منه ستكون مخرجات الاستشارة اللي شاركوا فيها أكثر من 500,000. أهلا وسهلا. سيادتك ذكرت لفظة جميلة جدا، أن يكون حوار شجاع، وإحنا تابعنا على امتداد العشر سنين التالية لم تكن هناك شجاعة في أي قرار في أي حوار، وحتى الحوارات اللي كانت تتعمل فهي حوارات فقط لإعطاء صورة يعني تصويرة، ويشاركوا فيها كل من هب ودب، ما ثمش حتى المخرجات اللي خرجت هي حاضرة مسبقا ومملات من الخارج. تراش أنه جاء الوقت أن تونس تفكر بطريقة أخرى وتفكر بشكل وطني، وينتمي ناس فعلا انتمائهم الأول والأخير لتونس، لأنه ما شاهدناه أنه الناس تنتمي لجهات أخرى ولائها مش لتونس لا مكان لها في الحوار. هل تشاطرني الرأي في هذا الموضوع؟ يعني أتفق معك تماما أنه الأول لابد أن يكون هنالك حوار مبني أساسا على الشجاعة، على الصراحة وعلى الوضوح، بعيدا عن مخرجات لها علاقة بأطراف وبتمرير مواقف وتفاهمات ثم يتم تزيين المحفل، آسف على استعمال العبارة، تزيين هذا هو تزيين المحفل بوجوه تأتي من أجل أن يكون هنالك تمرير لهذا الحوار ومخرجاته على حساب الشعب التونسي. وشاهدنا كوارث هذه الحوارات وكوارث هذه التفاهمات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتونس اللي باش يسدد الشعب التونسي ثمنها غالي جدا. يعني نحن اليوم تونس مسالة ب 120,000 مليار ديون ستسددها الأجيال القادمة، حتى فينا لا يعرف مشكون اخذ الفلوس وين مشات. يعني هوني السؤال المهم اللي يطرح نفسه اليوم، من أين أتت هذه الأموال وأين صرفت؟ اللي طالبوا تونس اليوم بما يمكن أن نقول حرصهم وخوفهم على الديمقراطية، أنا باعتقادي أنه لا يمكن أن تكون هنالك ديمقراطية لصوص. الديمقراطية هي إنجاز يقوم به ناس وطنيين شرفاء من أجل مصلحة بلادهم، وليس ديمقراطية لصوص وناهبي مال عام ومبيضي أموال ومهربين وممولي إرهاب. هذه هي الحقيقة اليوم، وبالتالي لا يمكن أن يكون هنالك نجاح لأي حوار وطني لا يبنى على أسس بشجاعة وصريحة واضحة وتضع أهداف محددة. هذا الكلام الفضفاض والتلاعب بالعبارات يجب أن ينتهي. الشعب التونسي اليوم يحتاج إلى خارطة طريق واضحة المعالم محددة التواريخ. هذا كلام أنه سوف وسنعمل والكلام الذي لا يعني ليقدم ولا يؤخر، بتصوري اليوم هنالك قطيعة كاملة من الشعب التونسي، ونشوف القطيعة هي كيف تتجسد في عزلة الأطراف السياسية كاملة في علاقتها بالشارع التونسي، بالتالي غيابها وعجزها عن تقديم إضافة لهذا الشارع يعني كما نقوله تجيب على أسئلته الحائرة، هي أحد الأسس التي يجب أن يبنى عليها الحوار القادم بكل صراحة وبكل وضوح وبعيدا عن العبارات. يجب أن يخرج للشارع التونسي قرارات محددة بتواريخ، لأن لا يمكن أن تستمر الفوضى التي تواصلت في العشر سنوات الماضية إلى ما لا نهاية مهما كان شكل الحكم الذي سيكون مؤمنا لاستمرارية الدولة. البارح وفي نفس السياق سي باسل ترجمين، ذكر وأنه معي سيد باسل ترجمين الكاتب والصحفي والمحلل السياسي رئيس الجمهورية أيضا في الكلمة بتاعه علق على من يطالبون بهذا الحوار، وقال أنه الغاية بتاعهم الوحيدة يعني هي البحث عن المناصب ليس
البحث على مصلحة الوطن. هون طبعا الخصوم السياسيين الظاهرين معروفين، ولكن هل يقصد بهذا الكلام أيضا الأطراف اللي كانت مرحبة بقرارات 25 جويلية ثم بعد ذلك يعني تراجعت على مواقفها أيضا؟ يعني باعتقادي أن رسائل الرئيس هي رسائل موجهة بشكل عام. الرسالة الأولى للأطراف التي هي تقف وقفت ضد الخيار الشعبي. نهار 25 جويلية وقت خرجوا مئات الألاف في تونس، لا خرجهم حزب، لا خرجتهم ماكينة، لا خرجتهم فلوس، وهذه الحاجة اللي يعني اللي أربكت أطراف المشهد السياسي في تونس. الأطراف التي تعتقد أن الحوار سيكون لتقاسم الكعكة عليها أن تعلم أن هذا لن يكون. ليس هنالك كعكة اليوم في تونس، هنالك أزمة وهنالك هم وهنالك تحدي يجب الخروج منه، ويجب أن تتضافر جهوز الشرفاء من أجل إنقاذ تونس من الكارثة التي وأوصلونا إليها في المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هذه هي النقطة الأولى. من يتوهم أنه سيكون له نصيب في الكعكة، ما تماش كعكة اليوم، ثم يعني أزمة يجب أن يتشارك الشجعان في حلها وليس يتشاركون في تقاسمها. هذه الحاجة الأولى. بالنسبة للأطراف اللي هي يعني تقف موقف معادي أو رافض لقرارات 25 جويلية وبعدها، أنا نقول لهم حاجة واحدة، أنه من يتحدث اليوم، وأنا نشوف في ناس محروقة قلبها محروق على الديمقراطية كما سي أحمد نجيب الشابي، كما السيد راشد الغنوشي، أنا نقول سي أحمد نجيب الشابي أنا نعرفه من عام 83 وقت اللي قام بتأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي في تونس. من عام 83 إلى اليوم فما 39 سنة في تونس، 39 سنة هذوما كان نشوفوا المشهد السياسي في فرنسا، اللي كانوا موجودين في المشهد السياسي في تونس ما عادش موجودين في المشهد السياسي. وين هم الناس اللي كانوا؟ وين ميتيران؟ وين جوسبا؟ وين هذوما؟ للأسف وين الحزب الاشتراكي الفرنسي يتحدث عن الديمقراطية؟ هو يجسد نفسه كزعيم في مفهوم الإقطاع السياسي ضمن المنظومة التونسية. هذه هي الكارثة اللي يشوفوها اليوم في دول، إنه هذوم الناس اللي تحكي عن الديمقراطية وحتى عن الديمقراطية هي الناس التي ترفض ومنعت وعطلت ودمرت أحزاب تحت مبدأ أنه هي زعامات ولا تؤمن بالتداول السلمي على المناصب السياسية، ليس على المسؤولية. هم يريدون أن يعتبروا أنفسهم أنهم اختارهم القدر ليكونوا رموز تونس وزعماءها، وعلى الشعب أن يبهلل ويبارك. أنا أحب نسأل السيد نجيب الشابي، يخي التجارب السياسية، الناس اللي كانت معاك في الأربعين سنة هذه وينهم؟ علاش اندثروا؟ على خاطر كان بالنسبة لي ما يعني نجيب الشابي هو الزعيم نجيب الشابي، وليس ما يعني نجيب الشابي هي التجربة والممارسة الديمقراطية في تونس. نفس الشيء بالنسبة للسيد راشد الغنوشي. راشد الغنوشي أكثر من 50 سنة على رأس حركة النهضة، قام بطرد ثلثي أعضاء مجلس الشورى لأنهم طالبوا بمؤتمر للحركة لا يعيد ترشيح نفسه فيه. وراشد الغنوشي يعتبر نفسه أنه هو النهضة، والنهضة راشد الغنوشي، وبالتالي فليذهبوا إلى الجحيم، والمهم أن يبقى. ثم يأتون ليتحدثوا عن حرصهم وخوفهم وإيمانهم وقلقهم وانزعاجهم على الوضع الواقع الديمقراطي في تونس. أي ديمقراطية تتحدث عنها وأنت لا تؤمن بها في بيتك؟ من لا يؤمن بالديمقراطية في ممارسته داخل مؤسسة سياسية وحزبه لا يمكن أن يؤمن بها في علاقته مع الشعب التونسي. سي باسل، ترى أنت من خلال كلامك أنه استعمال لفظ الديمقراطية هي فقط يعني للضغط أحيانا على هذا الطرف أو ذاك، في المقابل تراش أنه الرئيس قيس سعيد بمفرده الآن قادر أنه يتحمل هذا العبء الثقيل باش نوصله في فترة قريبة المرحلة جديدة من حكم تونس بتفكير مختلف بمنظومة مختلفة، وما نيش نقول بقيادات أما نقول بأفكار جديدة ممكنها أنها تطور آلية الاقتصاد والجانب الاجتماعي وحتى الجانب الرياضي اللي ملاه كل الجوانب اللي هي تهم المجتمع التونسي. يعني أولا نحن في مرحلة ما بعد الأحزاب في تونس. نعم، يعني هذه حقيقة، ثم برشا أطراف مش حابة تقبلها، أما هذه حقيقة. ثم قطيعة غير مسبوقة بين الشارع التونسي والمنظومة الحزبية والمنظومة الديمقراطية البرلمانية التي تسبب في إسقاط ثقة الشعب التونسي فيها ممارسات أعضاء مجلس النواب ورئيسه والعبث اللي شاهدوه التوانسة بأم عينيهم قد اللي صار في ممارسات هذا المجلس، القرارات اللي اتخذها ضد مصلحة
الشعب التونسي علينا أن نذكر بقانون الإنعاش الاقتصادي اللي اتخذ يوم 10 جويلية 2021 اللي كان كارثة اقتصادية، واللي نبه البنك المركزي التونسي أن هذا المشروع القانون سيؤدي إلى ضرب وتدمير اسم تونس واعتبار إعادتها إلى منظومة الكافي كدولة مبيضة للأموال وراعي وممول للإرهاب. كل همهم كان هي مصالحهم وارتباطاتهم وتشبيك علاقاتهم المشبوهة مع الأطراف المشبوهة. وبالتالي اليوم المسؤولية القادمة طالما لم نقم بالقطع، أولا يجب قبل ما نحكي في كل شيء القانون الانتخابي الذي يسمح للصوص والهاربين من الحق العام، يعني أنا نحكي حاجة وكما نقوله نحن في تونس ربي خف علي، الأحكام التي صدرت بحق النائب السابق خليل القروي غازي القروي 120 عام حبس عليه، هي تصفيه حسابات سياسيه، الرجل كان في مجلس النواب يعطي شيكات دون رصيد ثم يحتمي بالمجلس وقت يطلب القضاء محكمه الشيكات الحصانه انه يستدعاه فيها ويرفعوا عنه الحصانه، يرفض المجلس، عندما سقطت عنه الحصانه حكم ب 120 عام حبس. وهذه ما هيش قضيه سياسيه، هذه قضيه اموال ناس واموال ناس اخذوها بفلوسهم وضحكوا عليهم. وبالتالي لا يمكن ان يكون هنالك استمرار مجلس النواب القادم أو أي مؤسسة، يجب أن يكون هنالك عهدة، وأيضا الحصانة في إطار المهمة، مش حصانة تمشي تعتدي على الأمنيين في المطار ومن بعد تتعدالك شنحة، مش حصانة تمشي تسرق الناس وتعطي شيكات بدون رصيد وما يحاسبك حد. بالتالي يجب القطع مع المنظومة هذه وبناء منظومة أساسها نظام شفاف، نظام مسؤول يحاسب من يخطئ ويكافئ من يقوم بعمله، وليس هنالك يعني كما يقولوا كارت بلانش للي يحب يعمل عضو مجلس نواب يعيش فيها فسادا في البلاد وهذا ما يمسني حد وانا نعمل اللي نحب، يهبط يسب بوليس في الشارع على خاطر عضو مجلس نواب والبوليس وقفه باش يعدي المرور واللي يعتدي. يجب القطع مع المنظومه الفساد هذه اللي تسدد بكل مساوئها في تاريخ. واضح به. سي باسل ترجمين، تتواصل زادة انتقادات رئيس الجمهورية قيس سعيد للقضاء، وديما هو ينسب يعني طبعا يقول بعض القضاة هم مغتلو العدالة تقريبا هكا وصفهم في خطاب سابق، والبارح زادة كان جدد انتقاداته للقضاء. ماذا يحدث في القضاء خاصة وأنه القضاء يعني تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس أعلى مؤقت للقضاء، لماذا تتواصل هذه الانتقادات من رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة وأنه بالقضاء نحكي على ملف المحاسبة اللي الشعب الكل طالب في 25 جويلية بالمحاسبة، محاسبة رموز المنظومة السابقة، وتعتقدش وأنه طول الفترة هذه طول هالفترة معناه ما فماش محاسبة حقيقية ظاهرة للعيان، هذا باش يأثر على شعبية الرئيس أو لا؟ يعني لن أذيع سرا، كان قلت لك أنه كان ما صارش نهار 25 جويلية راهو طيب راشد والبشير العكرمي رجعوا له مناصبهم. الحاجة الثانية أنه اليوم ثم إشكال حقيقي، لي هو أن هنالك تعطيل ممنهج وعمل غير مسبوق في التلاعب في ملفات القضاء. هل يعقل أنه نشوف نشتغل وشنو صار مع السيدة بشرة الحاج حميدة في القضية التي حكمت عليها بعد 10 سنين، وقتها سيد طارق دياب كان وزير شباب ورياضة شكا بيها، بعد 10 سنين تثبت القضية ثم تظهر أن بشرة الحاج حميدة عضوة مجلس النواب الأسبق المناضلة الديمقراطية النسوية الحقوقية تظهر مجهولة المصدر مجهولة مقر الإقامة غير معروفة في تونس ويحكم عليها ب6 شهور حبس. شنو أسمي هذايا؟ هذايا مش عبارة عن تلاعب بملفات القضاء. وقت القضايا نتاع اغتيال الشهيدين شكري بن عيد ومحمد الابراهيمي، وقت عملية باردو، عملية سوسة، العمليات الإرهابية، هذه القضايا أين أحكامها وماذا جرى فيها؟ هنالك كان عملية تفتيت، كان هنالك عملية محاولة لعدم الحسم جديا في ملفات الإرهاب وعدم التعامل معها بكل حزم. هذه هي القضايا اليوم اللي كل يعلم أن هنالك خلل في مؤسسة القضاء، وهذا الخلل لابد من التعاطي معه وإيجاد يعني
هنالك كثير عدد كبير جدا من القضاة الشرفاء الشجعان ينتظرون أن يتم رفع أيدي منظومة كانت عملت سابقا مع نظام بن علي وتم تجنيدها من قبل حركة النهضة وقامت بكل ما قامت به من أجل تعطيل مؤسسات القضاء، وهذا لم يعد خافيا على أحد في تونس يعني. وبالتالي اليوم من يعني ينتظر الجميع قرارات مجلس القضاء الأعلى من أجل أن يتخذ هذه الإجراءات ويعيد تحريك ما يريد الشعب التونسي هو العدالة وليس الانتقام. لا أحد يطالب بالانتقام أو بالتشفي أو بمحاكمة الناس، ولكن نطالب بتطبيق العدالة. هنالك قضايا خطيرة جدا. يوم 9 فيفري الماضي هيئة الدفاع عن ملف الشهيدين شكري بن عيد ومحمد الإبراهيمي قدمت وأعلنت أنها اكتشفت تحويلات من الديوان الأمير القطري إلى حركة النهضة عبر أحد مستشاري راشد الغنوشي بقيمة 44 مليون دولار. حركة النهضة في نفس اليوم الساعة 4 مساء أعلنت أنها ستتقدم بشكوى وستذهب إلى القضاء لنفي كل ذلك. إلى يوم الناس هذا لم تذهب إلى القضاء ولم تقوم بفتح الملف وتم نسل الملف. ما الذي يجري؟ هذه القضايا التي يطالب الشعب التونسي إن كان هنالك تجني وظلم لحركة النهضة، لحركة النهضة الحق أن تطالب برد الاعتبار لها، وإن كان هنالك فعلا مثل هذه القضايا وثبتت هذه القضايا يجب أن تتحمل مسؤوليتها. وبالتالي هذا اليوم مسؤولية القضاء ويطالب فيه الشعب التونسي هي العدالة وليس الانتقام. يطالب بأن تكون هنالك عدالة حقيقية، ولكن طالت المدة سيباسل، طالت المدة طويلة يعني حتى منذ تركيز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. نعم. مدة طويلة يعني إلى حد الآن، وهذه الملفات لا الكل لا مدة طويلة، لأننا نعرف أن يعني القضاء الملفات عميقة غارقة وأيضا مشتتة ومتشعبة، ونعرف أن هنالك كثيرين ممن يسيطرون على مفاصل ويحاولون دفن هذه القضاء. مجلس الأعلى للقضاء لا يملك عصا سحرية من أجل أن يقوم بحل كل هذه المشاكل في يوم وليلة. نختم معك سيباسل بسؤال على القانون أو المرسوم الرئاسي عدد 22 متعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجدل اللي أحدثه في هذا الخصوص على الصعيد الداخلي، وإلا زاد على الصعيد الدولي. آخر بيان كان للاتحاد الأوروبي اللي أكد على ضرورة استقلالية هيئة الانتخابات بتونس، هل ترى وأن هذا المرسوم سيمس أو قد يمس من استقلالية هيئة الانتخابات أو لا؟ يعني أولا اليوم أصبحت يعني انكشفت كل حقائق هذه الهيئات المستقلة التي تم اختيارها عبر مفهوم المحافظة الحزبية. يجب أن يكون هنالك اليوم إعادة تأهيل وإعادة تغيير في المنهج. الهيئات العليا المستقلة يجب أن يتم اختيارها عبر الكفاءة وليس عبر الولاءات والمحافظة الحزبية. ما دمر تونس تحديدا في السنوات 10-7 الماضية هي المحافظة الحزبية. شاهدنا من الذي عطل إنشاء المحكمة الدستورية في تونس؟ مش حركة النهضة؟ لأن مجلس النواب رفض المصادقة على عضوية اثنان لا علاقة لهم. تم تشكيل وضع نموذج من أجل محكمة دستورية تخضع للمحافظة الحزبية وليست تخضع من أجل أن يكون هنالك محكمة دستورية عليا يعني تزكي وتناقش عبر مؤسسات القضاء قانونية ودستورية القوانين. هذه الكوارث التي تسبب بها. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نعلم تماما ويعلمون جيدا حجم التلاعب بها. يعني على سبيل الذكر للحصر، لماذا فعلوا المستحيلات لتعطيل أيجاز بطاقة التعريف البيومترية؟ نعم. لأن بطاقة التعريف البيومترية ستمنع أن ينتخب الموتى ويمنع التلاعب بالبطاقات ويمنع التلاعب. لا تستطيع أن تصوت مرتين ولا تستطيع إلا أن تذهب وتضع البطاقة على الآلة لتقرأ وتسجل معلوماتك. وبالتالي هذا كله نعرف أسبابه ونعرف كيف أنهم عطلوا من أجل أن تكون لدينا انتخابات بعيدة تماما عن خيارات الشعب. والدليل أنه بعد 25 جويلية أين هؤلاء الذين تحدثوا أنهم انتخبوهم؟ لم نجدهم لا في الشوارع ولا في المؤيدين لهم، بل كانوا عبارة عن مؤسسات تقوم بالتلاعب وبالتزوير وبالسماح بتزوير. لم يتم محاسبة أي قائمة ثبت تورط. هنالك مئات الفيديوهات التي صورت عمليات تسليم الأموال أمام مقرات الحملات الانتخابية لم يتم البحث فيها وإلى آخره. كانت عبارة عن كما نقولوا بالدارجة عاملين زردة بتاع انتخابات، كل ياكل ويركب ومبروك علينا اللي عملناه وهكا هو تحية الديمقراطية بالشكل
الفكريه اللي عملوها واللي اضحكوا على الناس فيها العشر سنين الماضيه. نشكرك جزيل الشكر السيد باسل ترجمان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بهذه القراءة بخصوص الأوضاع والتطورات السياسية في تونس. بعد شوية سي حمادي باش نمشيو لديفيغ نيوز نحكي على العلاقات التركية السعودية بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة لمدة يومين. ريكاب ميدي. هذه ساعة وثلاثة واربعين دقيقة على إذاعة لحيت فام، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي وقيد ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز في ديفيغ نيوز لليوم سي حمادي باش نحكيو على الزيارة، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية. شنو هل هذايا بعد إذابة التوتر نوعا ما خاصة في قضية خاشقجي يأتي لاستعادة العلاقات يعني كما كانت قبل، وقضية خاشقجي اللي خلقت نوع من التوتر وبعد ذلك يعني آخر القرارات التركية إنها أحالت الملف إلى السعودية إلى القضاء السعودي. فاليوم تأتي هذه الزيارة، شنو باش تستفيد تركيا من هذه الزيارة؟ طبعا باش تكون معنا سويت بالتليفون الصحفية التونسية المقيمة في تركيا زميلتنا خولة بن قيس. خولة بن قيس مرحبا على إذاعة الحياة فام. أهلا بكم. مرحبا بكم. شكرا جزيلا لك خولة. كيفاش تتابع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية لمدة يومين؟ اصلا اليوم في تركيا اهم وسم موجود متصدر في تويتر هو العربيه السعوديه وزياره الرئيس التركي اليوم الخميس وغدوه الجمعه للسعوديه، زياره مهمه جدا للاعلام التركي والمحللين الاتراك يتكلموا خاصه على صفحه جديده من العلاقات بين تركيا والمملكه العربيه السعوديه بعد مرحله صعبه من العلاقات، بعد الابواب مقفله الدبلوماسيه والاقتصاديه، مراكز ثقافيه تركيه اغلقت في السعوديه، شركات تركيه كذلك تم اقفالها في المملكة العربية السعودية، غياب الحوار الدبلوماسي. كل هذه الفترة من أزمة خاشقجي وحتى قبل أزمة خاشقجي، أزمة خاشقجي عمقت الخلاف أكثر، عمقت المواجهة أكثر بين تركيا والسعودية كوجه أساسي ومهم في الخليج ودول خليجية أخرى. لكن هذه الزيارة تراهن عليها تركيا في الجانب السياسي والاقتصادي، تراهن عليها كذلك فتح قنوات دبلوماسية، تراهن عليها كذلك لعودة العلاقات الاقتصادية وفتح الشركات على غرار ما حدث مع الإمارات. انطلقت هذه الزيارة، فمش برنامج واضح لهذه الزيارة خولة باش يقابل الملك السعودي أم ولي العهد خلال هذه الزيارة؟ حسب بيان رئاسة الجمهورية التركية قالوا فيه إنه هذه الزيارة سيكون يعني الخطاب الدبلوماسي، توطيد العلاقات، وربما سيكون هناك تبادل وجهات النظر في الملفات الإقليمية خاصة، وهناك كذلك أن الرئيس سيلتقي بولي العهد بالملك سلمان، لكن لا يوجد حديث على لقاء ولي العهد، لكن هناك الأكيد سيلتقي بالملك سلمان وسيكون هناك ربما لقاء على أعلى مستوى بين الجانب التركي والجانب السعودي، لكن لقاء ولي العهد لا يوجد تأكيد عن هذا بعد. سيدة خولة مرحبا بك. أهلا وسهلا. تعودنا من سلوك السلطة التركية والرئيس أردوغان خاصة أنه دائما يريد القفز يعني في كل المناسبات باش تكون لتركيا مصالح اقتصادية. نشوف أن في الفترة الأخيرة ثم فتور في العلاقة ما بين أمريكا والسعودية في خصوص زيادة الراسيو بتاع النفط في الفترة نتيجة الحرب على أوكرانيا. تراش أنه الزيارة دي يعني موضوع الحرب على أوكرانيا عجل بأنه تركيا تحب تقوم بدور في الجانب هذا، وخاصة كيف نشوفه أنه ثم بلدان في أوروبا بدأت ما عادش يجيها الغاز الروسي، فتركيا ديما تحب تكون هي السباق خاصة للجانب الاقتصادي. كلامك صحيح تماما. اليوم ما يحدث في العالم وما يحدث في تركيا خاصة هناك شقين مهمين جدا. أولا هناك الوضع في العالم يتغير، السياسة تتغير، الوضع الاقتصادي يتغير، موضوع أوكرانيا وضح هذا بشكل أساسي، كان واضح من أزمة كورونا ومن قبل أزمة كورونا. تركيا فهمت الدرس بشكل أساسي، تركيا قامت بأخطاء دبلوماسية وأخطاء كبيرة على مستوى المنطقة جعلها ربما تكون منعزلة في الفترة الأخيرة بعد موضوع
بعد ما حدث من ثورات الربيع العربي، الوضع في مصر والوضع في الخليج العربي، المقاطعة التي كانت مع دولة قطر، كل هذا تركيا تماشت معه وذهبت معه واستفادت منه في مرحلة ما، ولكن كذلك دفعت عليه فاتورة غالية جدا، وهي فاتورة قطع العلاقات مع مصر، مع السعودية، مع الإمارات، تضرر اقتصادها بشكل مهم وتضررت كذلك علاقاتها الدبلوماسية. اليوم تركيا تبجل مصلحتها بالأساس، وتركيا تريد اليوم مهما كانت التكاليف تريد أن تقدم مصلحتها، ومن أجل ذلك تقوم اليوم بزيارات تركيا الإمارات، تركيا السعودية، ربما نشهد كذلك بعد ذلك تركيا ودولة مثل مصر، زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا. اليوم تركيا تريد فتح جديد في العلاقات الدبلوماسية، تريد أن تكون الوسيط، تريد أن تفتح أبوابها للجميع على غرار ما حدث في السنوات الماضية. تركيا اليوم براغماتية أكثر، تضع قدميها على الأرض لأنها تضررت ولأنها دفعت فاتورة غالية، واليوم ما جعلها تسلم ملف خاشقجي، ما جعلها اليوم تجلس على نفس الطاولة مع الكل للنقاش وللتفاوض، ويجعلها اليوم مثلا تفتح أبوابها للمفاوضات الأوكرانية وتروج لنفسها أنها أرض السلام وأرض التباحث من أجل إيجاد حل للمفاوضات. نعم. طيب خولة، كيف إيش تنجم تركيا اليوم أنها تصلح العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتستعيد يعني العلاقات هذه بريقها بما تسعى ليه ويسعى ليه أردوغان لتحقيق المصلحة التركية خاصة على الجانب الاقتصادي؟ كما شفنا في العلاقات التركية الإماراتية كان هناك مبادلات وزيارات وكان هناك توقيع اتفاقيات تم، ونشهد حتى اليوم في تركيا من يأتي تركيا الآن يجد استثمارات خارجية كبيرة، بنوك، مشاريع سياحية كبرى موجودة. تركيا ستستفيد من هذا. زيارة تشاهدون أن أول ما سيصل الرئيس التركي، طبيعة الاستقبال، طبيعة اللقاءات، طبيعة توقيع الاتفاقيات، سنفهم من أن هناك عودة شيئا فشيئا، فتح المؤسسات التركية في المملكة العربية السعودية، التبادل التجاري، تسهيلات أكثر على مستوى البيروقراطية في مواضيع الجمارك وغير ذلك. تركيا تريد أن تستفيد من هذه العلاقات، وتركيا تذهب على مراحل، ليست مستعجلة، تذهب على مراحل توطيد العلاقات، التطبيع، الحوار، النقاش، فتح الأبواب الدبلوماسية من جديد. ربما يتم كذلك تعيين بعثة دبلوماسية بمستوى معين تعيد الثقة بين البلدين على غرار الدفعة السابقة. لذلك تركيا تمشي على مراحل في هذه السياسات مع السعودية ومع غير السعودية، يعني لأنها اليوم مهم بالنسبة لها أن تعيد علاقتها مع الكل، وتمشي أنه مصلحة رابح برابح، لا يوجد خاسر بالأخير. أنتم تستحقون تركيا وتركيا تستحقكم كذلك. من المستفيد أكثر من هذه الزيارة، السعودية أم تركيا؟ أتوقع أنه الكل مستفيد. أتوقع أنه مهم أنه صورة السعودية، مثل ما كان السيد المحترم كان يتكلم على أنه الوضع السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك جفاء نوعا ما، ولي العهد رفض حتى أنه وصل به الأمر إلى أنه صرخ على أحد الموظفين بالبيت الأبيض. فتركيا تريد اليوم تصدر صورة، خاصة أنه يوم أمس كان هناك ربما وضع مشاحن بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد ذلك أردوغان اتصل بالرئيس الروسي. تركيا تريد أن تقول اليوم أنها توطد علاقاتها بالجميع وأنها ستكون ورقة رابحة في المنطقة، على أمريكا أن تفهم ذلك، على الكل أن يعرف أن لا يمكن أن تقوم بأي شيء من دون المرور بتركيا، سواء عبر الشرق الأوسط، سوريا والعراق وغيرها، عبر الخليج كذلك، عبر روسيا كذلك، أوكرانيا كذلك. فاليوم لا يوجد رابح وخاسر، يوجد هناك من يتنازل بالقليل من أجل أنه تستمر السفينة ويستمر التواصل وتستمر العلاقات وتستمر المصالح، خاصة المصالح. اليوم المصالح فوق كل شيء، حتى لو يتم التنازل عن المبادئ حتى. في المقابل أخت خولة، نشوفوا أنه على مستوى السعودية هناك تغيير جذري في السياسات، خاصة الفترة اللي فيها الملك سلمان، في خصوص الحريات، في خصوص المرأة اللي عندها سوق السيارة وربما رالي للمرأة. ترأس أنه تركيا شافت الجانب هذايا، وهي عندها يعني العديد من التجارب في مجال التطور الاقتصادي وغيره، فتحبت تربح مسافة ولو على حساب القليل من التنازلات. يعني نعرفوا تركيا لا تتنازل، ولكنها في النهاية
انت ذكرت جمله غانيون غانيون رابح رابح هي تريد الربح ومش مهم اذا كان التنازل القينة تراش انه في الفتره القادمه مش نشوفوا عديد مؤسسات تركيه خاصه نحكي مؤسسات تركيه تتوجد في السعوديه بشكل دائم للقيام بعديدها الاصلاحات اللي ممكن المقدم عليها السعوديه. كلامك صحيح، وسأضيف عليه شيء معين، أنه نحن كصحفيين بالتواصل مع صحفيين سعوديين مع شخصيات سياسية سعودية، ما لا ربما يقدم الإعلام على أنه السعودية تتغير ليس فقط الشكل، الحريات والسياحة وغير ذلك، هناك تغير حتى على مستوى الدولة السعودية. الآن ما يحدث اليوم، ما يحاول أن يقوم به بن سلمان رغم الانتقادات الكبيرة له، أنه غير واجهة المملكة والقبائل والحكم المتوارث، هناك محاولة لتثبيت مفهوم جديد للدولة، حكومة في السعودية، هناك تغييرات جذرية تقوم بها السعودية على مستوى هيكلة مؤسساتها، على مستوى المؤسسات المختلفة سواء مؤسسات الحكم أو غير ذلك. هناك تغيير كبير في السعودية، وهناك ثورة حتى لو أنها لا تظهر في الإعلام أو لا يتم ترويج لها، لكن هناك ثورة حقيقية تحدث على مستوى المؤسسات السعودية، والسياسيين في العالم والدول تعرف هذا بشكل أساسي، ومن حق السعودية أن تقوم بذلك، أن تقوم بتغييراتها أو أن تقوم بما تريد على مستوى دولتها. وتركيا تعرف هذا بشكل أساسي، وتعرف أن العداء المستمر لن يفيد أي طرف، وأن مواصلة العداء للسعودية أو أنه يكون هناك موقف من ملفات معينة ليس في مصلحة تركيا ولا علاقة لتركيا بذلك. تركيا تقول أنها ليس لها علاقة بالشكل الداخلي للسعودية كيف تريد أن تكون مؤسساتها وبنية دولتها، وتركيا فهمت هذا، ولذلك تريد أن تمشي مثل ما قلت بسياسة الرابح رابح، أنا رابح وأنت رابح، أنا أريد أن أمشي مؤسسة الاقتصادية، عندي وضع اقتصادي صعب، حابب أني أستفيد منك. مثل ما سبق وقلت أنه يعني لو تشوف حجم الاستثمار الخليجي والعربي الموجود في تركيا شكل شيء رهيب وكبير جدا، فنادق، مولات، مؤسسات، بنية تحتية، فتركيا تستفيد والكل يستفيد يعني. طيب خولة، شنو ما الملفات الإقليمية اللي قد تكون مطروحة في هذه الزيارة اللي بتجمع في لقاء مباشر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي؟ مهم جدا أكيد سيكون هناك الملفات الإقليمية، ملف سوريا كذلك، نعم ملف سوريا، ملف العراق كذلك، خاصة أنه تركيا من فترة هناك حديث على أنه هناك تواصل عسكري تركي عراقي من أجل تحييد بعض الجماعات الإرهابية اللي تعتبرها تركيا إرهابية. هناك كذلك ملف أوكرانيا، رغم أنه ممكن المستمع العربي يقول ما علاقتنا نحن في أوكرانيا، لا، هناك مهم جدا أنه علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، تركيا علاقتها جيدة مع روسيا، فتركيا قادر أنها تكون وسيط مهم بالنسبة للوساطة ولتمرير رسائل معينة لروسيا. تريد الوصول إليه في الحقيقة، هي تريد أن تكون وسيطا، هي الآن تبحث، وشفنا من أول مبداية قضية أو حرب أوكرانيا تسعى أنها دائما تكون هي في الواجهة وسيط. تماما، والمشكلة أنه أزمة أوكرانيا مؤثرة اقتصاديا على المنطقة ككل، هناك اتصالات هاتفية حدثت بين الرئيس التركي والرئيس الروسي فقط من أجل أنه السماح بعبور بعض السفن التجارية اللي تحمل زيت وذرة وغير ذلك، لأنه السوق التركية مهم جدا أن تدخل إليه هذه الشحنات، يعني تخيل لوين وصلنا. فملف الاقتصادي مهم جدا يعني، فهذا مهم، تركيا ستكون موجودة فيه، ستتكلم في هذا الملف، ستفرز خدماتها، ستقول أنا قادرة على أني أتكلم في هذا الملف. ملف أفريقيا كذلك، شمال أفريقيا كذلك، ليبيا نموذجا تماما. وتركيا موجودة ليس فقط في ليبيا، تركيا لديها قاعدة عسكرية في الصومال، تركيا موجودة في نيجيريا، تركيا موجودة في جزر القمر، تركيا موجودة في عديد الدول بشكل دبلوماسي خفيف، اقتصادي، ثقافي، خيري، وهذا مهم جدا. تركيا موجودة في عديد بالسياسة الناعمة والسياسة العسكرية موجودة، وستقدم خدمات أنها موجودة، وملف ليبيا خاصة ملف مهم جدا، قاعدة الوطية الموجودة فيها تركيا هي موجودة فيها تركيا والناتو، يعني لا يجب أن ننكر ذلك. فهذا مهم جدا. ملف سوريا، ملف الخليج كذلك، قطر، تركيا علاقتها جيدة بدولة قطر، وحتى رغم المصالح الخليجية يعني ما زالت بعض المياه الراكدة، لكن تركيا علاقتها اليوم جيدة مع السعودية مثلا، الإمارات، قطر، بقية دول الخليج، فهذا مهم جدا. هذه كلها ملفات مهمة تجعل من النقاش بين تركيا والسعودية نقاش غني وممكن واضح ويكون مفتوح خاصة.
هل يمكن أن تلعب تركيا دور في التقارب من السعودية وإسرائيل؟ هو ممكن، لكن علاقات السعودية وإسرائيل يعني علاقتهم ليست لا يوجد جفاء أو لا يوجد، هناك علاقتهم علاقة، هناك علاقة نوعا ما يعني بين السعودية وإسرائيل، لكن ربما هناك شيء عكسي قد يحدث، إنه يعني علاقة تركيا بإسرائيل جيدة، لكن في نفس الوقت تصريحات أردوغان دائما موجودة وقوية بخصوص ملف القضية الفلسطينية والقدس الشريف. لكن أنت تعرف خولة، أنت صحفية وتعرف أن التصريحات لا تعكس حقيقة الأمور، يعني التصريح للإعلام حاجة وحقيقة العلاقات تكون حاجة أخرى. صحيح، خولة، علاقات جيدة بين تركيا وإسرائيل وتجارية واقتصادية وكل شيء، لكن أكيد إسرائيل هي دائما ملف على الطاولة، ملف ما هو ملف موجود في المنطقة. خولة، نختم معك بسؤال ورجاء بإيجاز نظرا لضيق الوقت. المواطنون الأتراك اليوم يتابعوا مثل هذه الزيارات، زيارة رئيسهم إلى دول خارجية، يتابعوا الشأن السياسي في تركيا، وشنو انطباعاتهم على هذه الزيارة مثلا، تلقى ترحيب أو لا؟ هناك مستويين الشارع التركي، هناك الشارع النخبة المثقفة معينة التي تهتم بهذه الزيارات من جانبها السياسي والاقتصادي، وتدفع وتساعد حتى من يختلفون مع أردوغان في الرأي، يكونون يؤكدون على أن يكون هناك علاقات جيدة مع تركيا من كل النواحي خاصة من جانب الاقتصادي. الشريحة الأخرى من المجتمع التركي تهتم فقط من هذه الزيارة، هناك زيارة للسعودية، هناك استثمارات لتركيا والاقتصادي سيتحسن، جيد ما يقوم به الرئيس فقط. وضح زميلة صحفية تونسية المقيمة في تركيا خولة بن قيس، نشكرك برشا على قبول الدعوة. بارك الله فيك خولة، شكرا جزيلا لك. هكا كون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم، نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، تحية لأحمد المخلوفي في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، أنس الهميمي في الستوندار، كنت معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من توا حتى من نص النهار حتى لساعتين. نتقابل إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم في لمن غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام.